مرحبا بكم في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، كدايرين بخير؟ والله إني أحبكم في الله. الموضوع ديال اليوم الإخوان، كيفاش كيفية تك أي نوع من الطائر، كيفاش نتحدثوا معاه، كيفاش نهضروه، كيفاش يهضر هاد الطائر. أما الكلابسات، أما جميع من أنواع الطيور الكبيرة والطيور الجميلة، إخوان كيفاش نحفظوا الطائر، والطريقة كيفاش يحفظ لنا هذا الطائر هذا، وكيفاش نحيدو من عند والديه، وشحال غاسو يكون عنده في العمر ديالو. بالنسبة لإخوان كي تتشاهدوا معنا التجويجة هذه، هي والأبناء ديالها، هاي التجويجة هذه هي والسغاليل، تنهزو الى بغينا نحفظو، تنهزو الولد هو عنده 15 يوم، نهزو الولد هو عنده 15 يوم بحال الشكل هذا، تيكون الولد الصغير تاع الطائر. بعد ما تنهزو الولد الصغير ديال الطائر الاخوان، تنديروه في بلاصه دافئه، خاص يكون عندنا الدفء، يكون عندنا بلاصه تكون دافئه، وتبداو هالطائر نتكلموا معاه، تبداو نتكلموا معاه. بالنسبه هذاك الشيء اللي بغينا نحفظوا الطائر، اي حاجه بغينا نحفظوا بها الطائر، هو غنبداو نقولوا لي هذاك الشيء اللي غنحفظوه به، غنبداو نكرروا ليه في الكلمات اللي الطائر هذا اللي غيحفظهم. كي تنديروا في الطريقه ديال الحسون، او الطريقه تاع فلاوطه، او الطريقه تاع جميع الطيور. بعد ما تنهزوا الاخوان، تنحيدوه من عند والديه، تنحطوه في الدف. علاش نحيدوه من عند والديه؟ باش ما يبقاش يسمع الاب ديالو، باش ما يبقاش يسمع الاب ديالو. فاش نديروا في الدف الاخوان، تنبداو ناكلوا فيه. فاش نبداو ناكلوا فيه، نمشيو للطائر حافظ سوره الفاتحه، باش نبداو ليه الحمد لله رب العالمين. حنا شادين ليه البرا وتنقولوا ليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وتنبقاو نكرروا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، نبقاو نكرروا فيها، نبقاو نكرروا فيها الحمد لله رب العالمين الرحمن. من بعد الطائر هذه تيشد لنا هذه الجمله هذه بطبيعة الحال. اش نزيدوا لي؟ مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. تنزيدوا لي الاخوان هذه، وتنبقاو نعطيو في السيرانك والماكله ونلعبوا معاه. مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد واياك نستعين. نكرروا فيها الاخوان، نبقاو نكرروا فيها، تدوز اسبوعين، تبداو ليه من الاول الحمد لله. نبقاو نكرروا فيها في هذه الجمله، نبقاو نكرروا فيها، هما غتيسمع دابا ويكون حتى عصافير حدايا ولا شي حاجه باش ما يبرزطوش اخوان، غير انت وهو. وقدم ليه ديما، تقدم ليه الحنان، ديما تقدم ليه الحنان، وديما يحس بك هاد الطائر هذا اللي غتحفظه، والطائر هذا اللي غتخليه يتكلم. اي نوع من الطائر الاخوان يتكلم بالطريقة هذه. نمشيو ثالثا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، اهدنا الصراط. وقدم ليه ديما السيرانك، ديما السيرانك تعطيه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. ديما
تبقى تكرر ليه تكرر ليه الجمله تكرر ليه فاش تكرر لي سيمانه تتكرر لي انا غتعاود لي عاوتاني من الاول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب ديما تيبقى ديما تنبقاو نعاودو ليه عاوتاني من الاول نبداو ليه عاوتاني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ديما تنبقاو نكرو ليه ديما تنبقاو نكرو ليه ديما تنبقاو نكرو ليه وان شاء الله وتفاش تنحسو بالطائر بدا تيربي الريش وبدا تينمو الطائر تنبقاو ليه على هاد الكلمات على هاد الكلمات على هاد الكلمات حيت تكون الطائر انتباه انت مو انت كلشي تيسمع منك الكلمات اللي تخرج وتبدا هذيك الساعه نبداو نقولوا الطائر سوره الفاتحه كامله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كي تشاهدوا معنا الطائر دابا بهالطريقه تيحفظ كي تتشاهدوا معنا دابا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم